مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج على التماس. مازالكم معنا مع الضيوف الاكارم تاعنا صحفيين مصطفى معزوزي ويزيد جمعه. في الجزء الثاني سنتكلم عن المنتخب الوطني، عن الصفحه الجديده التي فتحها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بعد قيادته التربص الاول على راس المنتخب الذي كلل بفوز في المباراه الاولى امام بوليفيا وتعادل في المباراه الثانيه في مباراه كانت احسن امام منتخب جنوب افريقيا. الصفحة الجديدة للمنتخب الوطني يتكلم عليها ياسين بنزية اللاعب العائد لصفوف المنتخب الوطني. Ouais, bah j'ai un peu de nostalgie comme tu m'as dit ça faisait longtemps. Mais en même temps, j'ai vite repris mes repères parce que je connaissais le sens, il y a encore beaucoup de gens qui travaillent ici que j'ai connu il y a 5 ans, donc ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait vraiment du bien de revenir ici. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup travaillé, c'était vraiment un objectif pour moi. Il y en a beaucoup qui m'avaient laissé un peu sur le côté, mais moi je sais le travail que je fournis au quotidien, tous les sacrifices que je fais. Et le fait que je vois que ça paye, bah, ça me donne encore envie de pousser encore plus loin. Ouais, c'était des moments très durs, très sombres. Après, nous on est croyants, donc on sait que c'est le mektoub, c'est le destin. On fait des erreurs dans la vie, mais on essaie toujours de se racheter. Alhamdoulilah, j'ai eu vraiment un bon socle familial autour de moi, ma femme, mes amis proches, mon agent qui était vraiment autour de moi. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à traverser cette étape. Et comme j'ai dit, j'ai toujours cru, j'ai toujours mis comme objectif l'équipe nationale. Et je sais qu'en mettant cet objectif-là, il a fallu que j'enchaîne les matchs avec les clubs, que je retrouve des stats, que je revienne au top niveau pour pouvoir toucher l'équipe nationale. Du coup, bah, j'ai fait énormément de sacrifices, j'ai fait beaucoup de choses et je suis fier de revenir après presque 6 ans. Parce que quand on dit que le travail paye, là je l'ai vraiment vécu là. Enfin, إذن كان هذا اللاعب العائد لصفوف المنتخب الوطني اللي كان في المستوى صراحة في المباراتين الأولى والثانية. يزيد مباشرة في الموضوع، ستنسبيغ كوا تصريحات هذوما تاع ياسين بنزية؟ نوفالير تاع في المنتخب الوطني، ساشون كو هذا اللاعب سي فيري كو سي ان جوار طالونتيو، وشنو دار اكسيدون دو بوغي بزاف ناس ما عم بالهم اكسيدون تاع سياره عادي. لي بوغي هادوما سي كيما لي كواد اللي يديرهم في يدو في الصحراء ايتو. دونك يلا سوبي بليزيور اوبيراسيون في يدو من غوش عائد من بعيد. دونك سي ديجا دونك لوان دو سون نيفو لوان دو كيعاود ولا لا نحكيو على اللاعب كيعاود ولا يلعب كره قدم. حاجه كبيره تشبد في الحلم تاعو. كان في لو نيفو حبي يولي لو نيفو توجور، ومن بعد راح للفريق كرباك على ما اظن، ولا يلعب منافسه اوروبيه. المدرب الجديد شاف بلي سيت ان جوار اللي يقدر يجيب المنتخب الوطني بلوس، استدعاه دار لو تورنوا تاعو كيما لازم لحال في المباراه الاولى في المباراه الثانيه، ومن بعد تكلم على لو ستاج اون جينيرال وين قال بلي كاين اجواء رائعه بين اللاعبين وكاين روح جديده في المنتخب الوطني. اي سي تو طافي نورمال، نابورت كي المدرب يغادر ويجيب مدرب جديد تكون طريقه عمل جديده. وياسين بنزية ربما يلانكارن هذيك لا نوفيل فاغ تاع اللاعبين الجدد اللي ما كانش عندهم فرصه مع الناخب الوطني السابق. سي فري مي سوف كي لي سي ان 94 شحال 30 سنه سبتمبر اللي 30 سنه. دونك دائما حنا لي زاناليز اللي نحب نديرهم انا نحب نقول لازم نحبوا نعرفوا حنا واش رانا حابين. صحيح. دونك في ستاج هذا الاخراني كنت في حصه كاس العالم على عامين. اكزاكت. دونك كنت انا في حصه ريسامون كيسالوني سؤال هذا، قلت لازم نعرفوا حنا واش رانا حابين من ستاج هذايا. دونك اسكو رانا حابين نمدوا فرصه للاعبين جدد، رانا حابين نعاودوا نجيبوا بعض اللاعبين اللي شافوهم طاقم جديد انهم كانوا يستحقوا يكونوا في المنتخب الوطني نعاودوا نبنيو عليهم. ولا نصفوا حسابات ربما مع. دونك حنا لازم نعرفوا واش رانا حابين. دونك لان حابين منتخب وطني قوي يحضر لك كاس افريقيا 2025 لازم تاهلوا تو دابور، وكاس العالم 2026 لازم تاهلوا سي تو دابور. بتدخل ماشي بلاعبين تاع 30 سنه؟ نو ماشي انا اللي نقول، مي قلت لك لازم نعرف واش انا حابين. صحيح. دونك 30 وبعد 25 2025 31 سنه سي با كراف، 2026 32 سنه سي با كراف، ولا يقعد في النيفو تاعو. مي اسكو
est-ce que hna بالاعتماد على لاعبين كيما هذوما est-ce que peut-être on va pas خلينا نقول لك écrasement peut-être حنا شحال نعطوا فرصه لبعض اللاعبين الشباب اللي جايين بقوه كنا نقولوا عمو راه مازالو صغير دوكا ولحق له النيفو تاعو وين ناوي يمد لي لي سون توب نيفو في الفريق تاعو وقتاش نعتمدوا عليه est-ce que on va continuer نعتمد على بغداد بونجح ولا لا est-ce que نبدا نبحث على مدافع صلب جديد في المنتخب الوطني بعد الاخطاء المتكرره صحيح. في دفاع المنتخب الوطني وقتاش وقتاش نخلي بالعيد في البوندي لا دونك عيسى مانديلي لا اسكو مانديل في لافير اونون ساشون كو علينا بالعيد ما يعطينا له حتى فرصه صحيح. في المنتخب الوطني لعب مباراه واحده في وقت جمال بالماضي على ما اظن خارج الديار في غومب لا غومبي ولا لعب مباراه واحده ما شفتش في اونكو بالسبعيني فان سيزون دونك كي فا رومبلاسي رامي بالسبعيني باسكو تلقى اصابه كي فا لو رومبلاسي اسكو اخبار تكلم على توبا اسكو حنا عندنا نعيطوا لتوبا اسكو فا كونتيني الاعتماد على مداني اسكو اللي ما كانش في المستوى صراحه في ايوب عبد اللاوي دونك علاش نعاود نقول لك انا لازم نعرفوا حنا واش رانا عابين حابين بلوتو باش نقدروا نحكموا على نجاح التربص الاخير من عدمه وعن التصريحات اللي قالها ياسين بنزي مصطفى تفضل انا شي با داكور على هذه الصفحه الجديده parce qu'il y a pas le feu à la maison donc on a fait une Mustafa kayen 3 échecs de suite Mustafa on a touché à les échecs on a touché à les échecs on a les éliminatoires هكذا السيد هذا il va commencer les éliminatoires de la coupe du monde qui te goulé صفحه جديده on a pas il y a pas le feu deux matchs de victoire les éliminatoires de la coupe du monde les éliminatoires de la coupe d'Afrique la Maroc c'est grave nous je m'enhab ça محمد هضرتها بون بليزيور بلاطو افيك دي كونفرون كيما انت ما نحبش لي ريغلمون كونت انا التصريح تاع بنزيو ياسين بنزيو ما عجبنيش باسكو لا با بارلي دو سي بيرفورمانس جوري ايمي هضر على لي بيرفورمانس نوليو الباسي بيسكو نقولوا بلي كان الجوار حقرو انا هذه ما نبنهاش مي معليش حقرو سي سون لافي مي ماشي دوك اللي يقولها Il aurait dû qui adore qui me colo il apporte des arguments. Mais par un tweet ou par un message en demi mot t'attaquer le Mahdi c'est pas honnête parce que joueur لازم يكون honnête. Qui te كلمتو على صفحة جديدة. صفحة جديدة j'aurais aimé l'honnêteté pour un joueur professionnel. خرجنا من خيبة درك نولي لك خيبة بالامل نكسا نكسا بيان سور نكسا شكون ما يقولش كان مونديال معليش نهضروا على لا ديرنيير كان هكذا لا ديرنيير كان هذه كاين اسباب الفشل باسكو تقدر تقول لي انت تقني الاسباب كانت تقنيه انا نقول لك 10% تقنيه 90% مؤامره خبيثه حبيتو تمنوني انا امام الله امام التاريخ قلتها ما نوليش اللور انا جوري ايمي نقدر نشاطرك راي في حاجه في المستوى تاع التحكيم اللي كان ضد المنتخب واحد ما تكلم على التحكيم لا تكلمنا عليه لا لي جون اون اتون بارلي دو لابيتراج باسكو كي تشوف البريمي ماتش ياك اون ا تري بيان جوي ابار لاكسيون دو بينالتي لا تو في كان قادر يكون مباراه ابار دوزيام ماتش اون ا دو دوميني نوتر ادفيرسير مالوروزمون لاربيت ايتي كونتر نو كي تشوف لا بوزيسيون دو بالون لي دو ماتش 78-76 فهمتني اون ايتي با موفي تكنيكمون مي لو بروبليم كاين عوامل خارجيه لافريك سي سا رحت لافريك رحنا كيف مع ولات شفاف في 2010 الكونغو مع جي اس كا صحيح تيبي مازومبي انا شفت الماتش في لاتريبيون على 3:30 لعبوا جي اس كا انا في لاتريبيون عييت خليك الجوار اللي راه داخل التيران باش نولي للصفحه الجديده انا جوري إيه معليش كمل المباراه الثالثه مع موريتانيا اوني باسي اكوتي اوني باسي اكوتي مستر اوني باسي اكوتي هنا واش حبيت نجيبك كاين المسؤوليه لازم تكون مشتركه علاش حنا برك على لونترينور ولي جوار دون تو سا انا علاش قلت لك صفحه جديده ولا صفحه جديده كي يدخلوا لي جوار مصطفى هذا هو قانون كره القدم معليش مي علاش قانون كره القدم لو بروميير كي سوت سي اوسي كاين اوسي وكان انا بريزيدون فيديراسيون نديرها وكان انا بريزيدون جو في اكزيجي او جوار دو فير دي بتيت ديكلاراسيون اي دو دوموندي باردون او بوبل انا باش تقول لي محمد موريتانيا لازم ان تاكتيك ولا لازم لونترينر باش تربح انت بروفيسيونال وحده يلعب في اوروب وحده يلعب دو نيفو باش نربحوا موريتانيا دونك او موان تقاسموا المسؤوليه مع الناخب الوطني السابق هذا اضعف الايمان نكونوا اونيت ندومونديو دي زيكسكوز للشعب الشعب سمح لهم البرومي ماتش مع لابولي في ستاد معمر دوزيام ماتش معمر او
ait le courage et la dignité de demander des excuses. Parce que finalement, les acteurs, c'est vous, c'est pas l'entraîneur. Mmh. L'entraîneur, il y a que la tactique, il y a qu'une mise à disposition de tactique, mise à disposition qui fait le bon. Mais après, c'est à vous de concrétiser. Donc, j'aurais aimé Hadi Wahda, j'aurais aimé demander au Sama Hadi Wahda. La deuxième des choses, j'ai vu des choses qui sont pas honnêtes. Je vais le dire, j'accuse personne, hein. Mais est-ce que le Jamaat al-Khair, j'ai vu par exemple des joueurs convoqués, des joueurs aussi convoqués. Un joueur qui m'a Slimani, qui m'a Touba, qui m'a Arousi, qui m'a Blaini, qui m'a Boulhin, Djibhoum. Du moment que je suis un nouveau sélectionneur, Djibhoum, Fahmelhoum, le projet d'Aïe. N'adore m'aïe. Mais je ne l'aime pas, je n'adore m'aïe. Du moment parce que je ne l'aime pas les joueurs. Donc il est obligé, Djib, la liste, les meilleurs, c'est que les 26. Les meilleurs. C'est les 26 les Rahul Afrique. Après, tu peux jouer puisque. Déjà, le stage, vraiment, m'a dépassé. Je suis 25 joueurs, 22, 23 joueurs pour pouvoir travailler. Mais allez, j'ai 31. Non, mais on va faire que je suis pas là. Ça, 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 تقولوا لي بلي هو اللي جاب ليك ماشي هو وما ناس ما يقدرش يجيبها انا نعرف بليزيور فوا دي زونترينور لي موجي كي يجي لونترينور يجو لا ميم كومبوزيسيون ديكيب تاع لونترينور اللي فات ابري فا ديكوفرير انا ما عجبتنيش حاجه هاد لي جوار اصاحبي قيمهم مي ما يلعبوش واحد كيما سليماني واحد كيما توبا العروسي مبولحي بالليلي جيبهم فهم لهم لا فيلوسوفي تاعك البروجي كاش تو اتون دو ولا ما تستحقهمش قول لهم خرجهم برا كروند بورت سي تو ومن بعد جيب لي ابراهيمي كي 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 سوا ديزون اسمح لي لا انا نعطيك برك واحد الكلمه غدا نكمل نقاش مفتوح نقاش مفتوح تفضل اسلام سليماني في اون فلا كونفيرونس دو بريس المدرب يقول هذا هو التحق بنادي تاعي جديد في الدوري الاخير نكمل لك في الدوري البلجيكي نعرف با سيمبوزي ديجا هذا مازال ما بداش بول حبليزي محرز يقول هو طلب الاعفاء تاعو بالليلي سسبوندي مع المولوديه لا ما هضرتش على محرز باش نشوفوا بلي هو اللي دوش بالليلي سسبوندي مع المولوديه كان معاقب باربع مباريات هكذا ما رانيش غلط كي كان كيلحق لو ستاج ليك ماسونال بالليلي كان معاقب دونك انا كيفاش نشوف ابري بوتيتر هو لوي ميم قال كاين لاعبين ما غلط فيهم ما عيطلهمش راح يكونوا في الماتش لا 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 معليش السؤال بقى معاك يا زيد بقى معاك يا زيد ادموا الناس على ما تستفهم صحيح شنو تحب نقول لك دوكا اسكو اللي تي فريمون بليسي ما قدرش يجي المنتخب الوطني باسكو دار واحد التويت هو واحد البوست هذا وين قال بلي انا ما رفضتش المنتخب الوطني دونك ميم قلت لك لونترينور يقول بلي سي فري كو كاين لاعبين اللي بوتيتر غلط فيهم وراح يكونوا في البروشين ستاج فوالا يا زيد نبقى معاك نبقى معاك من فضلك مصطفى نعاود نقول لك جوستومون مصطفى يدير بروش النوفو ستاف هذايا ولا الكوتش فلاديمير بيتكوفيتش اللي ما جابش بعض اللاعبين مي او موان المدرب الجديد الناخب الوطني الجديد الى لو ميريت في البريمير ستاج الى دوني لا شونس ا دي جوار اللي شفناهم قادرين يكونوا اون سوليسيون للمنتخب الوطني بكرار انيس حاج موسى قندوسي كذلك اللي صراحة في مع الناخب الوطني السابق ما كانوش يحلموا يحطوا رجلهم في المنتخب الوطني طب العيد بور لو مومون ما كاش بعيد صحيح صحيح دونك عنده دي بوان بوزيتيف الستاف هذا وعنده دوطر بوان نيجاتيف انا كي نتكلم على بالعيد تقول لي فالور سيور سات لاعب دو فينال دو اون نيفو ربح دو فينال لاعب دو فينال لاعب ديجا لاعب بين كوب دافي اون كومبان دو اون نيفو صحيح خرج ان دي ميور جوار في التورنوا ومن بعد هذيك لاعب اون فينال كونتر لو غران اهلي ان اكستيريور في السعوديه هو هو اللي ماركا وهو سيتي لو بيتور ابري ما ضيع ضربه جزاء تاع النهائي ضد يونغ افريكانز في ملعب 5 جويليه دونك هذا لاعب عنده شخصيه قادر يضيع ضربه جزاء يقدر ينهي لا كارير تاعو في هذيك المباراه اوجوردي لي سوليسيتي بار الاهلي العملاق الاهلي المصري انا جو بونس كو ابري ليرور تاع مندي اللي شفناها في الماتش الاول كنا قادرين نشوفوا كنا لازم نشوفوا شوف انا طرج هو اللي هو بالعيد شوف في المباراه الثانيه ضد جنوب افريقيا نفس الشيء بالنسبه للحارس بن بوط كذلك باريكسون مي نون باش كو في الجهه المقابله شفنا بقرار شفنا قندوسي شفنا لاعبين اللي بدات ما كناش نشوفوا اللي لحق وقتهم انا ما نحبش نقول ما كناش نشوفوهم سابقا نقول بلي لحق وقتهم باش يجوا للمنتخب الوطني وباش يلعبوا في المنتخب دافوا اون شونس بوغ افوا اون شونس بقرار دو ماتش دو باس ديسيزيف باريكسون حكينا بزاف على بنزيه مي بقرار لازم يدي حقه ثاني سي سا مصطفى لو ميريت تاع الناخب الوطني جيتي سير
انا ما نديرش كيما العصابه اللي دارت لاكير بالماضي اتاكو بالماضي باسكو ما يحبوش عصابه مصطفى عصابه كنقول لك عصابه وانا نزيد ناكدها لك في ليميسيون تاعك انا ان شاء الله يا ربي يكون بوكيو لي لا جوستيس يفتحوا ملف هاوليك الملف وين ترا باسكو يا يو دي سابوتاج ليكيب ناسيونال خفقت في لاكان باسكو يا يو ان كومبلو انا من طرف شوف انا قلت لك جو جاتون اون كونفوكاسيون دو لا جيست كون يفتحوا الملف هذا ولا غير شوكيك محمد خويا انا باسكو نحب الجزائر انا بالماضي هذا سي تي مونطرينور ناسيونال ما تضربش بالماضي ياك ما تضربش ليكيب ناسيونال باربي دو بالماضي هكذا نطوي الملف واش حبيت نقول لك انايا انا شيك جي با ايمي لي جوار هادو اضعف الايمان ولاو 16 ابري نكسا دومونديو سماح ان مو جونتي سور ليك سيليكسيونير ما نديرولوش ما نديرولوش دي زاتاك ما تخلوش وحده في دي زاتاك تيلي كيدي اي سون با انوسونت اسمع عندنا الله يبارك هذه نعمه ماشي نقمه محمد عندنا بوكو دو بون جوار ديكسيلون جوار انا دون جون ايميسيون افون ما يعطي ما بالماضي لا ليست دي 23 ابري ولات 27 قلت لهم الله يكون معاه المشكل الواحد اللي عنده بالماضي كيفاش يدي لي 23 كاع ملاح 50 جوار كاع ملاح وكاينين هادو كاين اللي كانوا في لا ليست كاين ابراهيمي ما كانش في لا ليست مع بنزيا مي سي دي جوار بوتونسيلمون ملاح مي ان سيليكسيون ناسيونال لو بروبليم تاعو سي لو شوا ها طاح فيها ديجا بيتكوفيتش البرمي ما طاح فيها مي حنا ماشي ابا شاك فوا يدير لا ليست نديرو باسكو الاختيارات لازم نحترموها صح نديرو قراءات القراءه نتاعي قلت لك وكان بنزيا هذا ياك بنزيا هذا لونيتي devait lui dicter de pas parler du passé تكلم على التصريحات تاعو في لو سيت تاع لا فيفا وين قال ما عنديش لي شونس فهمتني بار كونتر ابراهيمي لا تي بلو كوريكت كو لوي ابراهيمي ما تكلمش على الماضي جبدوا له لافور قال لك ما عنديش بروبليم مع بالماضي هكذا لازم تكون ولا حبينا صفحه جديده دونك انايا باش نقارن التصريح تاع 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 بنزيا ونعطيك كات نو كي تي بلاك ليستي قبل ما تجيب الباطي بالعملي بالسبعيني بالليلي وفرحات هادو اللي تي انترتي ديكيب ناسيونال كي جاو ايزون ريبوندي سور تير اوفيسيوزمون ماشي اوفيسيلمون اوفيسيوزمون با وي مي لا تروفي لا تروفي كي يافي اون ليست دي جوار كي ديفي با اتر اون ايكيب ناسيونال اسكو لي جوار هادو سمعت ايزون فين ديكلاراسيون على الوراو محمد الوراو اللي دارهم اسكو هضروا عليه ما هضروش عليه ايزون ريبوندي سور تير الحمد لله هكذا لازم تكون انا جي با ايمي سمحوا لي والله غير نحب الجوار هذا انسان خالو مربي ويكسيلون جوار ونتمنى انا كنت نتمنى نشوفو في ليكيب ناسيونال مي ما داش ما داش اللي هو ابراهيمي مي باش نشوفو كابيتان ديكيب سي با كوريكت سي با كوريكت ولا حبينا صفحه جديده نروحو بالعقل اون فا با فير اون ريبتور اون فيزون دي ديغا اسي محمد انت كاين كابيتان ديكيب كي سابيل محرز ابسون كاين لو سيكون سي عيسى مندي اون بليس اون شوا دي جوار ماشي دو جمال برمادي دونك نتايا نوفو سيليكسيونور ناسيونال جو بونس كي فالي بارتير بار لا باسكو سا دون دي ليكتور بليك سي تي سي بوسيبل سي با ريغلمون دو كونت مي نيمبورت كي يدير القراءه هذه انا درك تولي اللاعب تولي اللاعبين شوي داكور مع محمد يا با اون لوجيك دون لا ليست هذه سمحوا لي انا جوري ايمي نغيس كي راح لا راديو لا تيليفزيون يفهمنا الامور هذه ما يجيش يروح لا تيليفزيون بيبليك يقول لك هذا الناخب الوطني عنده فلسفه عنده ما راناش في المدح السماء الزرقاء يعني في كل ريسبكت جو دوا نغيس ان تيكنيسيان كي ميريتي تاع في الصح صحيح ما ديرناش في المدح مازال ما بديناش شغل درك ولينا نفرحوا طروا مع فرحنا فرحنا تقول واش صار كيس كيس باس المنتخب اللي خسر مع موريتانيا المنتخب اللي خسر مع موريتانيا صح كنا نخسروا مي اش كنا نخسروا في مونديلا اش كنا نخسروا في ليزيليميناتور ما كناش نخسروا 2023 اون جوي دي ماتش 7 فيكتوار 3 نول هكذا و ليزيليميناتور تاع لاكان 6 ماتش 5 فيكتوار كونسيكوتيف درنا ماتش نول مع لا تونزاني ا دوميسيل باسكو ايتي اوبليجي
il était obligé réserver les titulaires le match تاع Sénégal match match amical donc les éliminatoires تاع la Coupe du monde بدينا بدو victoires ورا المشكلة انا قلت لك في لاكان يا ترو deux échecs وحسبت لك تاع لا كوب دي موند مي ما تقوليش صفحه جديده ديجا المدرب هذا الي اديس هو في اريحيه اي فا اي فا اون طابي لو تروازيام ماتش اون ايطون ليدر صح تما يورينا حنا تيدي هنا لازم نكونوا اونيت هنا لازم نديروا نداء باش ما يصرالناش واش صرا فيه في الماضي نتحدوا حنا كصحفيين كمحللين كجمهور رياضي باسكو لا نجح هذا المدرب الفريق الوطني اللي نجح انا مصطفى معزوزي نساند هذا جو في شوف كيما كنت مع مانشستر لالجيري كاع كانت تسبوا انا كنت نديفوندي كيما ديفونديت بالماضي زيد نديفوندي بيتكوفيتش نكمل في السيره تاعي نديفونسي لي موفي شوز لا موفي جيستيون وي مي ان اونترينور سور بلان تكنيك ني لي كومبيتونس ني لو دروا de le critiquer ديروا قراءات يا محمد انا نكسر انا جوري انا بار اكزومبل نحب محرز يجي 16 فهمتني محرز الكتع محرز يشتير من شتي جي اكبر البارو محرز في لاكوب دافريك كانوا هذوك الاصوات كانوا ينتقدوا ما لعبش مليح ما لازمش يلعبوا بالماضي لازم يخرج مصطفى الاصوات ما جاش ليك الناسيونال اصوات بلاطوات ولا بلاطوات تكلم على بلاطوات بلاطوات محللين يوتيوبر كاين واحد كوكتيل مولوتوف كوكتيل مولوتوف يخرج منه غير النار دونك كانوا يقول لك بمحرز خلاص انتهى ومن بعد كي ما جاش ليك بلا لا دوموند دايتر اميناجي في الاستاج هذا ناط القيامه ايش اسمع واش حبيتوا انتم قولوا لنا واش حبيتوا تلعبوا هاك وتلعبوا هاك دونك نروحوا بالعقل مرحله جديده نتمنوها كاع مرحله جديده على بالك كيفاش تكون ياك لا ماليج اوبجيكتيف هكذا نساندوا الفريق الوطني ونتكلموا على حوايج اللي ماشي ملاح حوايج ملاح ودوالي كابيتاليزي انا لي دو ماتش هادو جو بريفير نو با باري دو بوزيتيف حنا نهضروا غير البوزيتيف مي اونتر طون لا ديفونس تاعنا سي تي باس واحد صحيح سمحوا لي صحيح دو ماتش ا دوميسي تي اون 5 بيت يا الفو ا لا ميزون هنا نفتح القوس تاع بالعيد حكره هذه حكره سمحوا لي مي حكره كيفاش علاش ديجا تجيب مدام نقول لك والله العظيم تحيه خاصه للجمهور تاع السياسي بالك كنت تقولوا بلي كنكرهوكم ولا ما نحبوش مداني رانا ناناليزي بالعيد لي ميو بلاص سمح لي كيفاش شكون كان في البوستير موندي تو جاي ومن بعد بالعيد باش يجي مداني هكذا دونك نتايا جبت اربعه في الميم بوست هكذا دونك الكلاسمون لونيتي ولا ما لعبش موندي يلعب تو جاي ولا ما لعبش تو جاي يلعب بالعيد tu peux faire l'inverse bien sûr باش يلعب مداني تلعب مداني وما تلعبش دوبل شامبيون دافريك ومن بعد تقولوا لي سي تو نوفال باس لا مصطفى يا كلك شوز كي فا با نو مصطفى يا برك هي المعروف عن المدربين في العالم انهم لا بيرسون طرا تاعهم عندهم ريال سونترال دروا واحد غوش ريال سونترال غوش مداني يلعب غوش بدات المداني افيك لابسونس تاع بن سبعيني كومي لي غوسي لو سول مدافع يساري في التشكيله peut-être maintenant je comprends le fait que il a remplacé Ben 70 mais ce que je n'arrive pas à comprendre et c'est une analyse ben dihta la naqa wala jamal kima qal mustafa on est tous derrière lui تفضل يا زيد راهي تبعك حنا المباراه الاولى شفنا peut-être l'erreur اللي دارها مي ما كانش في المستوى منطقي كان تصدر انه نوضع ثقه في اللاعب زين الدين بالعيد ولو انه سي الطروازي مشوه كيما قال مصطفى في الجهه اليمنى بعد توغاي ومن كاين بالعيد صحيح في المباراه الاولى على ما اظن دخل توغاي على بلاص دو بن سبعيني كي بريزا je pense que l'idéal c'était de donner la chance للبلعيد باش علاش نقول دوني لا شانس ماشي لانه باش نعطيو له فرصه تاع باش يروح يسينيفان نو حنا قلت لك اشك فوا نقولوا لازم نخمو جرنا حابين مو جوان راح نلعبوا لا غيني لي زيليماتور تاع لا كوب دو موند اي بوتيتر راح يلعب بالعيد تيتولار بوتيتر راح يلعب لك بالعيد دوكا ولا ما وجدش في لو ستاج هذا وما وجدش في لي ستاج بريسيدون مع جمال بن ماضي بالنسبه لي بالبوط يعني شفنا في الندوه الصحفيه
يتكلم الناخب الوطني يتكلم على مشكل تاع حراس مرمى وانت عندك من بوط يعني ما شفتوش ما عطيتلوش ميم با لا شونس تاعك نوميني احسن حراس القارات الافريقيه سمح لي دوبل شامبيون دافريك نوميني دوبل شامبيون دافريك وكان من بين ثلاث حراس اللي خيرتهم لاكا احسن على المستوى الافريقي حارس في القارات الافريقيه صحيح شوف انايا الميريت في جونس لا لا انا انتم تتكلموا على الماتش هذا انا تكلمت دفعت على اللاعبين هذو في جوج في اون بلان كوب دافريك من كوب دافريك قلت له انايا سي جيتي بون ما عنديش الدروه مي انايا جي دون مون مون افيكتيف دو جوور كي اون غاني لا 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 كوب دافريك اي سوبر كوب دافريك هكذا لي طا ديسبري تاعهم ديجا لي طا ديسبري اي سون فوني اون كونكيرون واحد ما يخوفني انا شوي شامبيون دافريك دونك اونتر مونديا او بالبوط لي زيو فيرمي اللعبه بالبوط جو في شوكي بوتيت مي او ريسبكت لي شوا حنا اوني دي سبورتيف الان الان تقول لي ما لعبش بريمير ماتش لعب مونديال دوزيام ماتش صار فيني دي دروا بالبوط طيب ديكو ولا 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 نتوما حبيتو تعطيو اون شونس جبتو مداني عطيتو له اون شونس علاش ما تعطيوش اون شونس اون شونس توتافي الدوبل شامبيون دافريك سي بور سا قلت لك انايا ولا هذه لا نوفيل ار لا 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 نوفيل ار نحيو كاع جميع السموم السموم بعض البعض مصطفى البعض يقول مصطفى البعض يقول سيتي بيغ قبل فلاديمير بيتكوفيتش يقول باللي المنتخب الوطني كان بروبريتي بريفي يعني كانت مجموعه من غير هذيك المجموعه ما نشوفوش لاعبين جدد ما نشوفوش لاعبين واحد اخرين صح هاوليك التناقض الكبير ملي جاب الماضي الان شحال جاب لي جوار بي ناسيون لازم نقولوها علاش معليش لا لا نهضر على لي كومبيتيسيون ماجور لا 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 باسكو هذا الكلام ماشي مليح ويلي فو باسكو ما كاش من هذه شي بروبريتي بريفي كونطرير انا نشفى لا ديكلاسيون تاع برمادي قال لك لي باش تلعب في ليكيب ناسيونال لازم تسعى لاس 12 جا عطى لا شونس لي جوار تاع الشامبيونا جاب دي جوار ما كناش كاع نستناوهم هكذا ومن بعد في كوب دافريك لي ميم لي ميم كوب دافريك لي ميم باسكو ليكيب كي اسمع انا جي بار جي باري ليكيب نا با غاني انا حاطيني مع السيليكسيون ناسيونال ما نعرفش كيفاش يخمم انا قلت له نهار دار لا ليست دي 23 J'ai tablé sur le retour de Mboulhi. Parce que Belmadi, il va faire appel à un commandos. Le commandos, c'est qui? C'est ceux qui ont gagné la CAN. Parce que après, juste après la CAN, il y a la politique du renouveau. Mais il y a le renouveau. En prévision de la Coupe du Monde. Après la CAN, bien sûr. Il a ramené 17 joueurs binationaux. ما نقولش إلا رامني هو إلي زا كونفانكو و لي ديفيرونت فيديراسيون أون كونكريتيزي لاكور دو شونجمون دو ستاتو تاع لي جوار هادو هذا سي تان كابيتال ما تقولوليش سي تي بروبريتي بريفي ما كاش من هذا تو تافي داكور مي نومباش كو يافي دي زيرور بيان سور كو يافي دي زيرور بوكو ديال اسمع ولا ما قلناش هكذا سي كوني با اوبجيكتيف انا كون جوبال جو دون دي زارغيومون باغ اكزومبل في عندنا مالو ستاج تاعنا ولا تفعلوا اللي لعبنا كونتر تونس؟ نو كونت لا تنزاني ومن بعد هذيك رحنا للسنغال لعبنا ماتش اميكال ومن بعد برا سويت 2013 رحنا لعبنا في الامارات كونتر مصر في الستاج هذاك تاع لا تنزاني ونا في ابيل لا فيغولي ولا تشوف انا سير ان بلاطو جي دي كو سي با نورمال دوك الاولاد جا باش نكرموه ونقولوا له يعطيك الصحه وبارك الله فيك باسكو دار ان كارير مع المنتخب الوطني تري زونورابل مي لا في تري بون ماتش في السنغال تري زونورابل دوك دا نقول له في الماتش تاع لا تونزاني ما لعبش انا كنت عم بالي يلعب يدي له الميريت تاعو يخرج من لا غروند بورت يدار انا دائما تقعد في قلبي ما فهمتش علاش لاعبين ديال المنتخب الوطني يخرجوا برا بسيت بورتنا دونك جاري انت 35 34 سنه ما انت لازم تفهم كيما دار رفيق حليش قال كارير انترناسيونال ماجد بوكرا ولا ماجد بوكرا ليكم صحه بارك الله فيك حبي نخرج من لا غروند بورت بغاف ما شفناش هذا مع فاغولي رحنا السنغال دار ان بون ماتش دار ان اكسيلون ماتش 70 دقيقه على ما اظن 65 دقيقه ولا بعد دار سيتي تما وين لا بريسك ريشوتي وخشفنا شونجمون تاعو ومن بعد في لوطر في لو دوزيام ستاج رحنا لعبنا كونتر ماصر اوت دار لعب الميطا وخرج وفهم هو فهم بلي ما يقدرش زدنا دينا كوب دافريك زدنا فقنا بلي ما يقدرش جو بونس كو سيتي ابوزي كنا قادرين نفهمو بلي
اللاعب هدايا ماهوش عيب ماهوش عيب انه تفهم انه خلاص كارير تاعو المنتخب الوطني ماشي يخلد فيها ني هو ني دوطرا جوار ني انا ني مصطفى ني واحد ما يخلد في المكان هدايا يجي بلان كوبي كان شوف بيان سور باش شوف بلي كاين مؤامره خبيثه انا نعطيك بلي زارغيمون بالعقل اش كو تروفي نورمال اني كيب راني نقول لك اون اني خسرناش اون اني ما خسرناش وكاع تبك اللاعب ما عجبكش الجوار سي اوتر شوز بيان سور بيان سور كاين دي زيرور راني معاك ton analyse et ton objectif. عام كامل ما خسرتش لي زيليميناتوار تاع باش نروحوا لا كوت ديفوار ما خسرنا اوكي ماتش اون بوفي فير ان بلان 18 سور 18 بوان درنا تعادل مع تنزانيا ومم هذاك الماتش صارت بلبله ديجا تما بدات معليش جو لا كوب دي موند 2 سور 2 سي فري كو مع الموزامبيق لا ميطون ديجا في لا ميطون نربحوها سيتي الماتش دو موندريو اسمح لي في لا ميطون لا ميطون لا ميطون كنا كاتاستروفيك بهذا الشيء نو بلاطو في لا ميطون ديجا كانوا يبريباريو لي شيك باش يعطيوها افيغ دي شونجمون تسقمت دونك اسكو فوتروفي نورمال اون ايكيب كي كانت سور اون لونسي كانت اون كورب اسوندونت تروح لا كال بريسكومون طب كلش طاح ماشي بصح قلت لك الاخفاق ماشي غير تقني صدقوني يا جماعه والله العظيم سيتي با تكنيك كاين عوامل خارجيه خبيثه كيون في كو ليكيب ناسيونال ما تقدرش مي با تربح مع لا موريتاني وليكيب هذيك تاع لا موريتاني شفنا يا اخي لي جويا اون شونجمون مالغري شونجمون سانا با مارشي باسكو يافي اون تونسيون تيريبل مصطفى بخرج محرز محرز يلا فين ديكلاراسيون لونترينور دو موريتانيا يا اخي سي با الجزائريان واش قال في لا فان دو ماتش يا اخي ليكيب تاعو تكاليفيات الى باتو الجيري كان فيكتوار اي تي هيستوريك بور لا بروميير فوا يربحونا واش قال لك قال لك جي جامي في امبريسيون ميدياتيك ياك تيريبل اكزرسيس سور ليكيب ناسيونال هذا رايك مصطفى ماشي وطن نعم يزيد بقاتنا جوج دقائق برك نتكلموا على اتحاد الجزائر اللي مقبل كما قلت في البدايه على مباراه هامه مباراه يعني برسم التاهل الى دور النصف النهائي من كاس الكاف بعد الهزيمه الاولى بهدف 0 امام منتخب ريفرس النيجيري صحيح يوم الأحد إن شاء الله حتكون مباراة العودة لحساب الدور الربع النهائي من منافسة كأس الكاف مباراة الأولى أنا خلاص انتهت بهدف مقابل سبب في ظروف صعبة في ظروف سويسيدار جو باز منه اتحاد إفريق لكرة القدم يواصل المهازل التي عودنا عليها والضرب تحت الحزام ضد الأندية الجزائرية ولعب المباراة الساعة الثانية زوالا في درجة مئوية فوق 34 درجة وفي نسبة الرطوبة فوق 35 وفي وقت كان أن انجاجمون من الاتحاد الإفريقي يوم القرعة تونسي لا نيغوسي مع مع ميموزا جبونس وحيلعبوا خذوا مع الاعتبار الصيام الأهلي المصري لعب ضد سيمبا اللي ضربوا عبد الحق بن شيخة في الليل وفاز بهذا في مقابل صفر خارج الديار اتحاد العاصمة دوكا على بالناش اسكو الماتش سيتي بروغرامي 17 مع دول العزوج اسكو اداره اتحاد العاصمه اونتر غيم يسمحوا لي شويه بتات خداتهم هفوه ولا ما فاقوش في الوقت وما لا هو المشكل هو المشكل على حسب الانفورماسيون اللي عندي المشكل كان في الملعب فريق ريفرس ماشي الملعب تاعو يعني هو الى لوي لو ستاد ولو ستاد في لو جور ميم ا 18 يافي ان ايفينمون بروغرامي قبل لا بروغراماسيون دو ماتش فوالا عليه افريقيا دونك الاتحاد الافريقي صار مع الانديه الجزائريه وانديه شمال افريقيا انها تستضيف فوق ملاعب تكون مجهزه 100% بصح كي تحبط نيجيريا والسنغال والكاميرون كذا يخرجوا لك هذه الامور تاع ستاد ماشي تاع الحفله تاع 9 بون بغاف على كل حال لاعبين تاع الاتحاد العاصمه كانوا رجال فوق ارضيه الميدان وخسروا كانوا في مستوى المعركه صح مستوى المعركه وكان فيها ضربه جزاء شرعيه لفريق اتحاد العاصمه الحكم ما راحش تماما للفار دونك لابار وين لا توشي لا ما تاع اللعيبه دو ريبريز ما كسرش كاع راسو الحاكم على كل حال ولكن هذه افريقيا حنا تعودناها مادام حنا كذلك افارقه دونك جو با كيقولوا حنا افريقيا باسكو ميم حنا اوني كونسيديري كوم دي افريك دونك جو بريفير دير لي زيترونجي ميم ديك الكلمه تاع جابوا الفريق الفلاني جاب زوج لاعبين افارقه جو بريفير دير جابوا لاعبين اجانب بغاف على كل حال مباراه العوده راح تكون صعبه سيغت مي على لي شامبيون دافريك جو بونس كو لي il doit c'est jouable c'est bien sûr que c'est jouable ولازم يحافظ على اللقب تاعو المعلومات اللي عندي انه فيه لاعبين مصابين اللي هو اسامه شيتا
بوسليو بوسليو اللي تعرض الى اصابه ما شفناش كومونيكي من طرف الدار تحت العاصمه، ولكن في مباراه الذهاب تحت العاصمه لعب لي اكثر من 10 دقائق ب 10 لاعبين بوسليو اللي خرج معاه خرج ما باسكو كان كان الى كونسومي شي شونجمون تاعو ضربه في الركبه كاين شونس في الجلو ربي يستر. انا على ما اظن في لاشوفي انا كيش لاكسيون بان لي جون دونك غاست جوستومون على بالناش لازم نكومونيكي باش نعرفوا واش بين اللعبه هذايا دونك يوغا اوسي لو غوتور تاع بلعيد اللي كان معاقب في المباراه لو غوتور تاع الكابيتان خرج بطاقه حمراء في دورته من النهائي وبلعيد اللي راح معاهم اللي راح معاهم من نيجيريا بالرغم من بالرغم من العقوبه دونك صافي دير كي لي لا صافي دير كي لي تعلم بزاف اللعب هذا في اتحاد العاصمه في المباراه اللي نهزم فيها اتحاد العاصمه بخماسيه كان سخط ضد نادي بارادو كان سخط جماهير كبير على اللاعب حتى هو ضرب الدوم في غرف تغيير الملابس سي سان كابيتان الكابيتان يلاشم ويتعلم بوتيتر كو فهم باللي لازم يكون هنا لازم يكونباني صحابو لازم يوقف مع الزملاء تاعو علامه استفهام كبيره الطاقم الفني تاع اتحاد العاصمه مدرب رئيسي واحد ما فيهش مساعد لا قدر الله المدرب اللي يخرج بحمراء ما على بالناش كيف كوتشي لي سما في ماتش افيني دونك سي بيزار ان تي بو مازال ما شفنا نادي كبير ولا نادي يخدم مدرب رئيسي بلا مدرب مساعد مي فوالا جو بونس كو الجمهور راح يكون حاضر فوق ارضيه فوق المدرجات كيما لا فينال تاع ان شاء الله ان شاء الله حنا واش نتمناو جو بونس كو سيت تذكيراتي موقع تذكيراتي دار حضرت تذاكر في اونلاين منذ الاثنين على ما اظن بدات جماهير اتحاد العاصمه تقتني تذاكر ان شاء الله يكون حضور جماهير كبير باش يكون دافع للاعبين فوق ارضيه الميدان 10 تاع الليل اون سي بالك صلاه التراويح بوتيتر انا حضرت بعض المباريات مؤخرا اتحاد العاصمه الجماهير يبدا يلحق ابارتي ديال 10 ونص كيكمل التراويح صلاه التراويح المدرجات تمتلئ رويدا رويدا نتمنى ان شاء الله يكون حضور جماهيري جو بروفيت لوكازيون انه ما يرميوش اللي في ميجان في التيران لانه اتحاد العاصمه مهدد بالعقوبه في حال تاهل لاعب احد المباريات بدون جمهور دونك دو فير تري اتونسيون بارابور الالعاب الناريه كل توفيق باذن الله لاتحاد العاصمه شكرا لك يا زيد كلمه خيرة على اتحاد العاصمه من فضلك باش نخدموا ما تخلاش الوقت مصطفى ابري ابري جوسكا سي تاني سميستر جوس سميستر انا عطيت لك سكوب فوالا هذاك يا تاع لي زوار سيلوي كي ما في ايميلي جوسما سي المطرب الراحل معطوب له الناس كان يحب جياسكا وسيبورت ثاني تاع اليوسف داير هذه باش نضحكوا خطرا جي في ديكلاراسيون كي درت التورنوا تاع معطوب راكم معروضين على فونس ان شاء الله صوت العيد ان شاء الله قلت لهم معطوب اون بليس دي ميلاجيسكا سي سيبورت روسي دو اسبوني كاع في المواقع هذه بورتونتي فيريتي دونك نتمنوا ان شاء الله الخير لاتحاد العاصمه ان شاء الله جو بونس كو اون فاس كاليفي ان شاء الله اون فاس كاليفي سورتو كي تساعد جمهور كيما جمهور اتحاد العاصمه وفريق 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 اصحاب الودي تي يعاونونا اصحاب السي ار بي ماذا بكم اسمع نوليو خاوه خاوه على بالك الجزائريه كي توصل للنيف يسمح كلش فهمتني نامو سور لا كافي جو تيرمين سي اون اورغانيزاسيون كورومبي ما تبدلش عيب عليهم واش راهو يصراو ايزون فوسي لا ديرنيير كان فهمتني لانجيلا ايتي فيكتيم دو لاربيتراج وهنا تسمح لي بركة انا غير نلوم هادو الزملاء اللي كانوا في وقت ما كانوا يقولوا لك يودي لي كوليس لازم نكونوا فور في لي كوليس سينو ما نربحوش لا كوب دافريك وكي خسرنا لي لا كوب دافريك لون دي ريزون سي لي كوليس صحيح. واحد ما تكلم على لي كوليس صحيح. وشكرا للدعوه شكرا ان شاء الله سا سرا بار لا ديرنيير شكرا لك مصطفى ما كفناش الوقت نتكلموا على كاع المواضيع اللي برمجناها في عدد اليوم شكرا لك يا زيد مره اخرى شكرا لكل من ساهم في اعداد هذا البرنامج نلقاو في الاسبوع المقبل ان شاء الله ما لازمش ننساو نقدموا التعازي لعائلة بالميمون صحيح بعد ما صحيح فكرتنا شكرا مصطفى لاعب دولي سابق مدية وهران نعم نتمنى له ان شاء الله الجنة ان لله وان اليه راجعون ربي يرحمه نعزيو العائلة تاعو ونعزيو العائلة كرة القدم الجزائرية بصفة عامة قلت نتلاقاو في مواعيد أخرى في الأسبوع المقبل إن شاء الله أو الأسبوع اللي بعد العيد إن شاء الله تهلاو في روحكم إلى اللقاء